السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، لقاء جديد وفتاوى الناس ليوم الأربعاء. أرحب بحضراتكم ونسعد على مدى ساعة تقريبا مع فضيلة العالم الجليل الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء لنستكمل الحديث عن صلاة الجمعة وأحكامها. كان لنا سؤال على صفحة البرنامج والقناة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ماذا تفعل إذا أدركت صلاة الجمعة متأخرا؟ هذا السؤال وغيره سوف يتفضل فضيلة الشيخ أحمد ممدوح بالإجابة عليه. في البداية أرحب به، أيما ترحيب. مرحبا بفضلتك مولانا، أهلا وسهلا. أهلا بكم أستاذ الشريف. فضلتك، ربنا يحفظك. أهلا بكم. هو الأول، لكي تنعقد صلاة الجمعة، العدد الأدنى لإنعقادها أو لصحتها فضلت الشيخ أحمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا قبل ذلك في حلقة سابقة عن شروط صلاة الجمعة، وذكرنا أن من أمهات هذه الشروط أن تكون في جماعة. عظيم. مدام في جماعة يبقى الجماعة تستدعي عدد على طول، لأن مش ممكن تبقى في جماعة ويصليها الإنسان بمفرده. صحيح. حصل خلاف واسع بين العلماء في العدد الأقل الذي تنعقد به الجمعة على حوالي 12 قول. 12 قول، وكل واحد له اتجاهه وكل واحد له دليله. فقهاء الشافعية ذهبوا إلى أن العدد الأدنى اللي تنعقد به صلاة الجمعة 40 راجل. 40 رجلا، هؤلاء الرجال ذكور بالغين مستوطنين، يعني مستوطنين مقيمين في البلد، يكونوا مقيمين من أهل البلد ويكونوا بالغين، الأطفال ما يحسبوش، والإمام من ضمن الأربعين، يعني 39 فوقهم الإمام. الشافعية استدلوا على كده بمجموعة من الأدلة. استدلوا بما رواه الإمام البيهقي في سننه عن جابر أنه قال: مضت السنة أن في كل 3 إماما وفي كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطرا. ده الأعياد كمان بتاخد نفس حكم الجمعة يعني، بناء على هذا الحديث. واستدلوا أيضا بما رواه البيهقي أيضا عن جابر أنه قال، عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جمع بنا أول من جمع بنا في المدينة، يعني صلى بنا الجمعة، سعد بن زرارة قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وكنا 40 رجلا. والحديث ده ثابت الإسناد. غيرهم بقى يعني ذهب إلى اشتراط عدد أقل شوية. فالحنفية عندهم أن الحد الأدنى 3، المالكية عندهم أن الحد الأدنى 12. وإحنا دائما في مثل هذه الأمور الخلافية نقول عدة قواعد حتى تكون ضابطة لأذهان الناس. القاعدة الأولى أن الخروج من الخلاف مستحب. بمعنى أن أنا لما أجي أقوم بعبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات، وتكون العبادة دي أو المعاملة دي محل خلاف بين العلماء، الأولى أن أنا أحتاط فأعملها على الوجه اللي يصح عند الجميع. لو أنا عملتها 40 هتبقى صحيحة عند الحنفي والمالكي والشافعي، بخلاف لو عملتها 3 صحيحة عند واحد بس منه. بس احنا بنقول مستحب، يعني مش واجب. نمرة 2، ان لا انكار في مختلف فيه. احنا بنقول دايما هذه القواعد، الاختلاف رحمة زي ما بنقول يعني، ونستدعيها ونكررها في مثل هذه المواطن علشان نعمل ثقافة عند الناس كيف يتعاملون مع مسائل الخلاف في انفسهم ومع غيرهم. الخروج من الخلاف مستحب، لا انكار في مختلف فيه. فما جيش انا عايز عندي مذهب او عندي قناعه معينه، ما جيش افرضها على غيري بالقهر والقوه، لان مساله خلافيه. لو كانت المساله محل قطع ما كانش حصل فيها خلاف. صحيح. رقم 3، ان احنا ما نرفعش المسائل الظنيه من دائره الظن الى دائره القطع، فنعمل شحناء ونعمل خناقات ويحصل قطع للارحام وشقاق بين المسلمين. عندنا سعه وعندنا خلاف، وكما تفضلت حضرتك وذكرتنا بالعبارة التي جرت على ألسنة العلماء: خلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة. يا سلام. ولذلك ألف بعض العلماء كتابا في الخلاف سماه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. يا سلام. طيب يا مولانا، العبرة بالعدد يبدأ الصلاة مع الأذان والخطبة، الخطبة الجمعة، ولا بنهاية الصلاة؟ يعني
لو بدأنا بعدد قليل ثم صار جمعا كثيرا عند الصلاة، إيه الحكم؟ عندما اشترط العدد، عند الجميع اشترط العدد، لكن أقصد باشتراط العدد لابد أن الصلاة تبدأ، الصلاة نفسها، خطبة الجمعة، الخطبة، الشعائر نفسها، الشعائر تبدأ بالعدد مستكملا مكملا. فالإمام مش هيصعد المنبر ويبدأ في إلقاء الخطبة إلا إذا كان عدد اكتمل الأربعين عند من قال بالأربعين مثلا، اللي هم بالشروط اللي احنا ذكرناهم، ذكور، مقيمين، بالغين، كذلك. طيب نستأذن فضلتك نستكمل أسئلتنا بعد أن يعني استقبل بس تليفون الأخت منى من المنيا، ويليها الأخت ليلى من سوهاج. تفضلي يا أخت منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ربنا يبارك في حضرتك، أهلا وسهلا. نذكرك على فضلة الشيخ صح؟ مع حضرتك، تفضلي لو في سؤال. ازي حضرتك يا شيخ أحمد؟ أهلا بيك، تفضلي. لو سمحت، أنا يعني دي لأربع سنين متزوجة وما حصلش معايا إنجاب خالص. كويس. ماشي. وامبارح بالليل كده تقريبا قبل الفجر بحاجات، فحلمت بحلم إن أنا في مدرسة، أنا مش في المدرسة ولا حاجة، بس أنا حلمت إن أنا في مدرسة ونجحت، وناس كتيرة بتبارك لي إن أنا نجحت في المدرسة دي، فأنا عايزة أعرف إيه معنى الحلم ده. طيب في حاجة تانية يا أخت منى؟ في سؤال تاني. اتفضلي. يعني في ناس مثلا تقول لك إن أنت روحي الفساجي الجبابين. تروحي ليه؟ إن أنت بس الفساجي الجبانة وكده. المقابر. جابر. المقابر. تقول لك مثلا روحي والدحرج هناك وكده وحاجات كده وزور المقابر، وربنا بإذن الله يديك على كده. أنا عايز أعرف دي شعوذة ولا. طيب يا منى، شكرا جزيلا. شكرا. الأخت ليلى من سوهاج. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ تفضلي الشيخ أحمد مع حضرتك. ربنا يكرمك. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي مشكلة إن أنا الأخت الكبيرة لبنتين، إحنا ثلاث بنات، والدتي طول عمرها وهي ممررة علي حياتي، طول عمرها معيشاني في نكد وقلق وزار، وطول الوقت كانت قاسية، وكان والدي الله يرحمه شخصيته ضعيفة قدامها، وما كانش بيقدر يعمل أي حاجة قدام قسوتها دي، حتى كانت بتسيطر على والدها ووالدتها الله يرحمهم. وأنا تزوجت في سن كبيرة، يعني أنا تزوجت بعد ما عديت الأربعين، وما خلتنيش أسعد بأي حاجة، لا خلتني أسعد في خطوبة ولا في كتب كتاب ولا في زفاف، لدرجة أنها ما كانتش عايزة تحضر لي زفاف من غير ما أعمل لها أي حاجة. بالعكس، إحنا طول عمرنا أنا وإخواتي بنتودد لها، وهي عندها أخت من إخواتي مفضلة بالنسبة لها وبتحبها جدا، وكانت بتعاملني أنا معاملة طول الوقت إن أنا ما بفهمش، وإن أنا يعني غبية، وإن أنا تفكيري على قدي، فأنا كنت باخد جنبه وكنت بقعد طول الوقت لوحدي، مش عشان أنا مش بشاركهم، لأن طول الوقت هي جاية عليا، وده بشهادة كل الناس، وكانوا بيسألوها أنت ليه بتعملي دايما معاها كده مع إنها بنتك الكبيرة والمفروض إنك تقربي منها. لما اتجوزت بقت كارهة جوزي طول الوقت، وتشحني ضده، وتقولي ما تأملوش، وتقولي ما تعمليهوش معاملة كويسة، وتديله على دماغه وكل الرجالة كده، وإوعي تتعاملي معاه معاملة كويسة، مع إنه هو بيحسن لي وبيعملني معاملة طيبة، لا شورتني ولا جابت لي جهاز ولا ادتني ذهب من اللي أبويا كان جايبه، ولا عملت معايا أي حاجة من اللي المفروض أي أم تعملها مع بنتها، وده مأثر فيا أنا نفسيا، يعني طيب. بصحى من النوم مفزوعة، بيجي لي ضربات قلب، رحت الدكتور نفساني، وأنا تعبة جوزي معايا، ومش عارفة أحل اللي أنا فيه، ومش عارفة أعمل إيه، ببرها وبحاول أتواصل معاها وأسأل عليها، لكن هي طول الوقت بتصدني. واختي اللي هي مقربه منها دي برضو يعني بيعملوني، ربنا يسهل لهم، بس انا طيب هوني على نفسك يا اختي ليلى، وخليكي معانا ان شاء الله فضيله الشيخ احمد يجيبك يعني على هذه المشاعر. مفيش سؤال الحقيقه، يعني شكوى من موقف ما، ندعو الله او نسال لك السلامه. يعني ام مصطفى من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أسأل فضيلة الشيخ سؤال. تفضلي يا أم مصطفى. لو سمحت، أنا عايزة أطلع عمرة أعملها ليا، وعايزة أعمل عمرة تانية لابني وزوجي، دول متوفيين، ينفع أعمل عمرتين بنية واحدة؟ حاضر، شكرا جزيلا. الأخت هيام من الأريوبية، تفضلي يا أختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن يتكلم الشيخ؟ تفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا جوزي
مطلع والدته للعمرة، فهي دلوقتي عايزة تعمل لوالدتها، هي عايشة بس جدة جوزك يعني، عندها جلطة وتعبانة. تمام. فهل ينفع هي لازم هي اللي تطلع لوحدها يعني، او ابنها هو اللي يطلعها، ولا تقدر هي تعمل لها برضو وهي هناك؟ كويس، شكرا جزيلا يا اختي هيام. الاستاذ حسني من سوهاج فصل الخط. طيب ناخد الاخت ليلى من الجيزه. تفضلي يا مدام ليلى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم فضيله الدكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كنت عايزه اسال بس، انا ببقى مستعجله ساعه اذان العشاء، واول ما بيدخل الوقت وبسمع الله اكبر على طول بدخل في صلاه العشاء، عشان ببقى مستعجله الوقت بيبقى قليل جدا عشان الحق برنامج فتاوى الناس. هل انا كده عليا وزر لازم استنى لغايه لما الاذان يخلص واكرر معاه يعني الكلام اللي بيتقال في الاذان، ولا انا لما بدخل على طول في الصلاه مفيش عليا وزر؟ بس انا كنت عايزه اسال على الموضوع. ربنا يبارك فيك يا حاجه ليلى، شكرا جزيلا. أمة الله. ايوه السلام عليكم. فضلي. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتكم عايزه اسال سؤال من فضلك. سؤالين يا فندم اتفضلي. الله يكرمك، جزاك الله خيرا وجزاكم جميعا يعني. اتفضلي. احنا نوينا العمره من سنتين ونص تقريبا انا وزوجي وبنتي. كويس. ولكن ما حصلش نصيب. وبعدها حصل لبنتي حادثه وكده، ف يعني سيبنا بقى الامور يعني. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى كرمنا ان احنا نعمل العمره في الايام اللي جايه دي. فانا يعني هطلع انا وزوجي، وبالنسبه لبنتي يمكن الظروف الماديه مش هتسمح، او هي يعني في عندها مشكله بسيطه في رجليها، بس يعني ممكن ان شاء الله يعني تعمل العمره يعني، بس هو دلوقتي ما فيش الظروف الماديه مش هتسمح. هل يمكن ان انا اعمل لها عمره معايا؟ وبعدين دي حاجة، والحاجة التانية برضك، هل إن ممكن أنفع ينفع إن أنا أعمل أكتر من عمرة معايا حضرتك؟ حاضر. أيوة فندم. في سؤال تاني؟ من فضلك، بالنسبة لزيارة القبور. دلوقتي والدي رحمة الله عليهما أنا في مكان وهم في المقابر في مكان تاني بعيد عني، بعيد سفر وكده يعني فيه مشقة. وهل ان انا يعني لما انا بقى يعني الحمد لله ربنا بيقدرنا ان احنا نعمل صدقات وكده يعني، بالنسبه للزياره بقى انا مش هقدر مثلا اروح ازورهم يعني على طول، فهل كده انا في نوع من العقوق ليهم؟ طب شكرا جزيلا يا اختي عمت الله. تابعينا حضرتك ان شاء الله فضيله الشيخ احمد يجيبك. الاستاذه غاده من القاهره. اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فندم اتفضلي. ممكن اتواصل مع الشيخ احمد؟ فضلت الشيخ احمد مع حضرتك، اتفضلي يا مدام غاده. السلام عليكم يا سياده الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. معلش بس دي انا مش هدخل في سؤال او استشاره، انا بس عايزه اقول لحضرتك احنا في جيل صغير محتاج ايديكوا جدا، ومحتاج ان انتوا تقفوا جنبه جدا، جيل فعلا ما بيعرفش غير الفاتحه وشويه ايات قصيره. ارجوك ارجوك فين متعلم بينا يعني؟ انا دلوقتي والدي كبير، والدي متوفي، والدتي كبيره. سؤال، الجيل اللي جاي هيتعلم منين؟ مدرسه، ايات صغيره، قصص صغيره، فين فين؟ احنا عايزين مكان نقدر نعرف فيه تعاليم الدين حتى الحنيف يعني، حتى ببساطه. مش عايزه ادخل في سنن ولا ادخل في، عايزه بساطه الدين. فين حضرتك تقدروا تساعدونا؟ لان في اطفال كتيره طالعه مش عارفين نتواصل مع حاجه دينيه مظبوطه، ناخد منها المعلومه مظبوطه. الجوامع يا دوبك على قد الصلاه، وما بعد ذلك صلاه الجمعه، وكان الله بالسر عليم. اشكرك يا مدام غاده. فين اعرف ديني؟ فين اعرف نساء الرسول مين؟ قصص عنهم ايه؟ لازم حضرتك تلحقوا الجيل الجديد. طيب انا بنشكر حضرتك على يعني هذه الاطروحه، وارجو حضرتك تابعينا وتنصحي كل الجيل الجديد في محيط حضرتك انه يتابع قناه الناس، وان شاء الله يجد ضالته في متابعته لعلمائنا الاجلاء. الاخت زينب من الاسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو اتفضلي، احنا سامعين حضرتك، لو في سؤال استاذه زينب. ماشي، لو سمحت انا كان عليا مبلغ 15,000 جنيه. وانا يعني بقول لو في حد، لو سمحت حد يقدر يساعدني يعني، لان انا والله العظيم والله العظيم
بجد مش عارفه ان انا اسيبهم وما نتدخل خالص. خليكي معانا يا اختي زينب، الزملاء هياخدوا بياناتك في التليفون، وربنا يكرم يعني لو في حد من المشاهدين الكرام بيتابعنا يعني، واحنا نعرض هذا الامر يعني، وربنا يفك كربك ان شاء الله باذن الله. استاذنا الدكتور عبد الباسط السيد، استاذ التحاليل الطبيه بالمركز القومي للبحوث وصاحب يعني احد اهم البرامج على هذه الشاشه، استاذنا تفضل. مساء الخير يا فندم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وتحياتنا لمولانا الشيخ وتحياتنا لحضرتك يعني. ربنا يحفظك. اهلا وسهلا بحضرتك. معلش انا نفسي في حاجه واحده صغيره. اتفضل دكتور. انا كنت بسمع احدى الفضائيات وواحد جه بينتقد الازهر، ماشي يعني ينتقد زي هو عايز ينتقد، بس هو تكلم في حديث وخده بشيء يعني المفروض ان احنا نبص لاحاديث رسول الله بشيء من الاجلال. يعني الحديث موجود في صحيح البخاري، وانا الحقيقه بحثت في هذا الحديث بحث كويس جدا، ومن تصبح بسبع تمرات عجوه فلا يصيبه في هذا اليوم سوم ولا سحر. الحديث موجود في صحيح البخاري بيقول لك طب اجيب واحد وادي له مليون جنيه وادي له سبع تمرات عجوه وخليه ياخد سيانور البوتاسيوم، سيانيد البوتاسيوم ده من السم الزعاف. هو طبعا يا اخواننا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. صحيح. يعني معلش، وان لكم معالما فانتهوا الى معالمكم. يعني المفروض ان سبع تمرات عجوه اثبت البحث العلمي انها بتزيد قدره الكبد على مقاومه السموم. ومش التحديث ده اتنشر فيه 1000 بحث من الدكتور احمد زكي في امريكا والاجانب كلهم، واصبحت في انزيم معين في الكبد لو زاد زياده كبيره بيزيد ممكن 10 اضعاف. كل الطب الغربي لازم يديله كورتيزون. واصبح العالم دلوقتي كله سبع تمرات عجوه، وكلمه النكره استاذنا يقول لي سبع تمرات عجوه يعني اي عجوه. طيب بناء عليه اثبت العلم خلاص ان بتيجي الجاما جي تي الانزيم ده اللي بيدل على تسمم الكبد، لو اعطيت لواحد 15 يوم او شهر خلاص شفاء كامل كامل من كل التسمم ويزيد قدره الكبد على مقاومه السموم. طيب لا يصيبه في هذا اليوم سوم ولا سحر، تعرف حضرتك مين اللي ثبت السحر؟ احنا عارفين طبعا مولانا بيقول وكلنا بنقول السحر ما هوش تغيير في طبيعه الاشياء، سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وسيدنا موسى قال يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، يعني ليس تغيير في طبيعه الاشياء. بتوع ظاهره التليباسي اثبتوا ان اللي ياخد سبع تمرات عجوه الهاله بتاعته اللي محيطه بيه بتتلون باللون الازرق، واللون الازرق لا تستطيع عين الساحر او عين الساحر او الحاسد انها تخترقه. يعني اذا الكلام اثبت، وياتي واحد بشيء من التهكم يا اخوانا معلش ان لكم معالما فانتهوا الى معالمكم. يعني يا ريت استاذنا، وانا عارف ان الفتاوى اللي موجود على الناس من احسن البرامج اللي انا بحرص ان انا بسمعها لسبب ربنا يعني يسيبهم عننا خير الثواب، ويا ريت كل الناس تحرص على هذا البرنامج. شكرا شكرا شكرا, شكرا 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 لاستاذنا الدكتور عبد الباسط السيد على حرصه على هذه المداخله. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود لفضيله الشيخ احمد ممدوح ليتفضل بالرد على كل اسئلتكم واستفساراتكم، ابقوا معنا. أرحب بحضراتكم مجددا في الجزء الثاني من فتاوى الناس ليوم الأربعاء. كان عندنا حقيقة جملة من الأسئلة والاستفسارات عبر اتصالات حضراتكم الهاتفية، هناخد الأستاذ عمر من المنيا ثم تفضل فضيلة الشيخ أحمد ممدوح بالرد على كل الأسئلة التي وردت إلينا. أستاذ عمر تفضل. أهلا وسهلا، أو أم عمر عفوا. أم عمر وعليكم. تفضل يا أم عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، ربنا يبارك فيك. الحمد لله. تفضلي. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ فضيلة الشيخ أحمد مع حضرتك، تفضلي. فضلت الشيخ لو سمحت، انا يعني بقالي بتاع 3 شهور وانا امي وابويا ما بيكلمونيش بسبب غلطه كبيره انا عملتها، وانا عارفه كده، وانا بجد نفسي اتوب وبحاول برضه بقدر الامكان ان انا امنع نفسي ان انا بديت ايدي على فلوس من عندهم وكده. بقالي لا يقل عن 3 شهور برضه لا بيروحوا لي ولا باجي لهم ولا اي حاجه. انت متجوزه او يعني عايشه معاهم في البيت ولا بره البيت يا ام عمر؟
لا ده انا متجوزه وبيت ابويا، امي وابويا يعني كمان، فانا ما بيكلمونيش عشان انا غلطت غلطه كبيره برضه، كنت في على حاجه عندهم فلوس وكده وخدتها، وانا عايزه اعرف اردهم ازاي. ممكن هما مقاطعين جوزك كمان ولا حاجه؟ لا ده جوزي بيحبه جدا والله، بيكلمه كل حاجه. طيب شكرا جزيلا لحضرتك يا ام عمر، ان شاء الله تعود المياه الى مجاريها يعني مع والد حضرتك ووالدتك. طيب فضيله الشيخ احمد، نبدا باختنا منى من المنيا. هي عندها سؤالين، الاول 4 سنوات زواج بدون انجاب، وحلمت امبارح انها في مدرسه وبتاخد فلوس وبتاع، يعني بتسال فضيلتك يعني هل دي بشره خير يعني؟ ان شاء الله تكون بشره خير، واحنا المنامات احد على احد وجهين، اما انها تكون بشاره واما انها تكون نذار، يعني شيء بينذر الانسان. وعلى جميع الاحوال الإنسان ما بيقيمش حياته على المنامات والرؤى، وياخد منها البشارة فقط علشان يعني يبقى نوع من أنواع الدعم النفسي له في حياته، أو إذا كان نزارة بيحطها في حسابه ويستمر في إعمار الأرض. إذا كان هي عندها مشكلة في قضية الإنجاب فتدعو ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى في سورة نوح يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فقال العلماء ان هذه الآية فيها إشارة الى ان الاستغفار من اسباب الرزق المادي والرزق بالأولاد ايضا. يا سلام. لانه رتب على الاستغفار الامداد بالأموال والبنين، فتلزم الاستغفار وتلزم الدعاء، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. فكرة انها تروح المقابر تقوم ببعض الطقوس زي ما البعض بينصحها وكده، هل ده يسم في هذا الامر؟ لا طبعا احنا ما بننصحش بالشعوذه يعني، مش شعوذه انما خرافات، يعني نوع من انواع الخرافات، وهي منتشره العاده دي في مكان معين في الصعيد، بيعتقد اهله ان في بقعه معينه من المقابر اللي تتدحرج تحمل. فاحنا ما بننصحش الناس طبعا بارتكاب هذه الاشياء اللي ينبني عليها يعني خرافات يعني مولانا. خرافات، عقليه الخرافه دي احنا بنحاربها. الاخت ليلى من سوهاج عندها مشكلة مع والدتها يعني دائمة، وهي مش عارفة تعمل ايه. طيب الانسان في هذه الحياة قد يبتلى بان في بعض الاشخاص في حياته يبقوا سبب الكدر وسبب التعاسة، ويبقى التخلص منهم امر غير ممكن. يعني لو هي زوجة يستطيع ان يطلقها، لو مدير في العمل يستطيع ان يسيب العمل، لكن تعمل ايه اذا كان الوالد او الابن أو 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 الأخ؟ دي علاقات قدرية لا يمكن للإنسان إنه ينفك عنها، فيعتبر الإنسان إن ده بلاءه في هذه الدنيا، ويستحضر، والعلاج في هذا إنه يستحضر ربنا سبحانه وتعالى في كل خطوة وكل كلمة يقولها أو يفعلها. فإذا أسقط الناس ربنا يمده بمدد عظيم، وإذا أسقط الناس وبقى تصرفه مع الآخر لا يبره ولا يحسن إليه إلا فقط لملاحظاته لربنا سبحانه وتعالى، هذا الفعل يقطع الإنسان في علاقته بالله تعالى مسافات وأشواط لا يقطعها في سنوات عديدة من العبادة والتنسك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الشريف فقال ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل والذي إذا قطعت رحمه وصلها. يا سلام. فإذا كانت الأم هذه يعني تستمر في صلة تستمر رحمها في الإحسان وفي بر أمها وفي بل أكثر مما كانت تفعل. نعم. وإذا رأى الله تعالى منها صدقا شرح صدر هذه الأم وأصلح حالها إن شاء الله. إن شاء الله. أم مصطفى من القاهرة، هي مسافرة تعمل عمرة، فهل يجوز أنها تعمل كمان عمرة لزوجها وابنها المتوفيان؟ هي سألت في الحقيقة أنها عاوزة تجمع جوزها وابنها المتوفي صح يا مولانا رحمه الله في عمرة واحدة. ده لا يجوز. لا يجوز. يمكن أنها تعتمر عنهما بشرطين. الشرط الأول أنها تكون أدت العمرة عن نفسها أولا ثم تفرد كل واحد منهم بعمرة في هذه الحالة. ما ينفعش كمان تعمل لهم الاثنين عمرة؟ لا يعني روحين في عمرة واحدة ما ينفعش. يعني هي تعتمر ثم تخرج لتنوي عمرة جديدة، وتدخل تعتمر عن الزوج، ثم إذا أرادت تخرج وتعود لتعتمر عنه. صحيح. عشان الصورة تكون إلا إذا كانت هي اعتمرت سابقا، يعني إذا هي اعتمرت السنة اللي فاتت أو فتطلع المرة دي تعتمر. المرة دي ما فيش مانع أنها تبدأ بيهم. عظيم. المهم تكون أدت عن نفسها عمرة واحدة في حياتها. طيب سؤال له علاقة أيضا بالعمرة من الأخت هيام من الأيوبية. زوجها مطلع والدته تعمل عمرة، هل يجوز لهذه الوالدة أن تعتمر أيضا عن أمها، عن جدة هذا الزوج الطيب؟ يعني هي هذه الجدة ذكرت السائلة في السؤال أنها عندها جلطة. آه. فإحنا بنقول إن الحي
لا يجوز أداء الحج أو العمرة عنه إلا إذا كان بالتعبير الفقهي بيقولوا إيه؟ معضوب. معضوب ده يعني إيه؟ يعني لا يستطيع الحركة، زي المشلول مثلا، واحد عنده بعيد عنك وعننا وعن السامعين شلل نصفي، لا يستطيع الحركة البتة، في الحالة دي ممكن إن إحنا نعمل عمرة عنه. فإذا كانت الجدة حفظها الله في حالة تشبه هذا، ما فيش أي مانع إن إحنا نعمل عنها عمرة بشرط شريطة إنها تكون اعتمرت، تكون اعتمرت أولا. نعم. طيب الحاجة ليلى من الجيزة، طبعا العشاء تقريبا بتبدأ 7 إلا تلت، فهي أول ما الوقت بيدخل بتصلي علشان تقعد تتابع فتاوى الناس، فهي خايفة يعني إنه تكون آثمة أو ما بتؤديش الصلاة على. لا، ما فيش إثم إن شاء الله لحاجة. والأذان عبارة عن إعلام بدخول الوقت، مش الوقت بيدخل بالأذان. افرض ما فيش أذان خالص، بمجرد ما أعرف إن الوقت داخل أستطيع إن أنا أصلي، بعد ما أكون مستوثق إن الوقت تمكن ودخل أصلي، ما فيش أي بأس حتى لو الأذان ما خلصش. ربنا يبارك فيها. طيب أختنا أمة الله أيضا كانت بتقول إن هي نويت العمرة من سنتين ولم تعتمر، هي بعد أيام سوف تعتمر يعني، وبنتها كانت تعرضت لحادثة ومش هتقدر تسافر العمرة معهم، ممكن أو ممكن لا، فهل يجوز إن هي تعمل أكتر من عمرة ومنهم عمرة عن بنتها الموجودة؟ أعتقد الإجابة كده واضحة بعد حفاضلتك. ونعيدها تاني برضو ما يجرش تاني. حاجة في الإعادة لا طبعا. يجوز إنها تكرر العمرات ما استطاعت، إن شاء الله حتى تعمل 10 عمرات في اليوم إن قدرت، بس مش هينفع تعتمر عن بنتها لان اصابتها مؤقته. وان شاء الله تستطيع انها ربنا يكرمها ويمكن تصحبهم وتشفي هذه المره ان شاء الله، ربنا يسهل ان شاء طيب الله. طيب هي ما بتقدرش تزور والدها المدفونان في مقابر بعيده يعني، لكنها بتقدم الصدقه وبتدعو لهم وما الى ذلك يعني، فهل عليها شيء ايضا؟ ليس في هذا اي نوع من انواع العقوق ولا شيء، ولا والزياره ليست واجبه، انما هي مستحبه لما يحصل فيها من ايناس للميت، وتستطيع انها تصلهم بالدعاء وبصله أصدقائهم ومن كانوا يحبون، وبإهداء القربات إليهم من قراءة القرآن والصدقات الجارية، كل هذه الأشياء تصل إلى الميت ويشعر بها ويأتوا لها إن شاء الله كمان في المنام يشكروها بنفسه إن شاء الله. أختنا غدا من القاهرة يعني شايفة أنه الجيل الجديد في حاجة إلى من يأخذ يده إلى صحيح الدين يعني، فيروحوا فين علشان يتعلموا صحيح الدين ويبعدوا يعني عن أماكن الخروج عن النص إن صح التعبير يعني؟ دي مشكلة عامة وما هيش معلقة في رقبة جهة واحدة ولا شخص واحد، ده لازم جميعا نتكاتف عليها. أنا كرجل مشتغل بالإرشاد وبالعلم، حضرتك كوالد وكعندك أولاد بتحاول تقدم لهم المعلومة الدينية والمعرفة الدينية بحسب ما يتناسب معهم ومع سنهم، وده يستدعي أن أنت نفسك تؤهل نفسك دينيا. أنا بنصح الناس أن هم يتمسكوا بعلماء الأزهر ولا يعدلوا عنهم ولا يستبدلوا بهم شيء أو أحدا، لأن علماء الأزهر أدرى الناس بالمجتمع المصري وأدرى الناس بما يناسب الـ يعني المجتمع من حلول لمشكلاته، ولعل قناة الناس تكون قد أدت دورا ما يعني في هذا الصدد، فراغ كبير بالنسبة للمشاهدين وليست كافية، وليست ولكن كافية هي يعني خطوة في سبيل الحل، وربنا إن شاء الله يطرح البركة في المجهودات. طب ناخد صافي من اسكندرية ونستكمل الحديث والإجابة على أم عمر من المنيا ومداخلة أستاذنا الدكتور عبد الباسط السيد. صافي. أيوة مدام صافي من اسكندرية. مدام صافي أهلا وسهلا، زي حضرتك. بس سؤالين عايز أتكلم فيهم الدكتور. اتفضلي يا أستاذتنا الفضل. السؤال الأولاني إن الإنسان إزاي كل لما يعمل حاجة خطأ يستغفر وربنا، هل ربنا يسامحه يعني يعمل الحاجة غلط ويسامحه ربنا؟ ده السؤال الأولاني. أما السؤال الثاني بالنسبة لصلة الرحم، إن أنا كنت يعني بخدم والدتي وكده، وإخواتي بقوا متضايقين إن أنا أصغر واحدة وبخدمها وبراعيها، فكانوا مقصريني وحصلت مشاكل كتير جدا على كده، فجت ماتت الله يرحمها، بس دعيالي الحمد لله ماتت، وبعدين احنا قصرنا بعضينا، فجيت انا حبيت انا اصلهم الرحم وكده، برضك نفس المشاكل معايا، فهل ده حرام؟ بودهم ما بيردوش علي، بتصل بيهم بالنت ما بيردوش علي، بالتليفون ما بيردوش علي، اي مثلا مناسبه واي حاجه الاقيهم يقول لي ادابهم اي حاجه، ويحاولوا ان هم عايزين يعني باي طريقه يجروا شكل، هل انا بقى يعني ما ودهمش حرام ولا حلال، او انا هل اشيل ذنب ولا لا؟ شكرا يا مدام صافي. أمة الله من الجيزه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت ممكن اتواصل مع فضيله الشيخ؟ اتفضلي. ايوه، السلام عليكم، ازيك يا فضيله الشيخ احمد؟ اهلا وسهلا، وعليكم السلام.
كنت بس بسأل على ان انا كان والدي الله يرحمه كان مريض نفسي وكان فاتته شوية صلوات، فانا اقدر اصلي له بداله يعني اصلي بداله، هل ده يجوز يعني تتقبل مني؟ وايه افضل صدقة جارية اقدر اعملها له؟ تمام، شكرا جزيلا. في حاجة معي سؤال تاني؟ في اتفضلي. هو بعد وفاته يعني احنا دفناه يعني تاني يوم تمام. انا لقيت في الاوضه بتاعته زي نور كده فعلا على الحيطه. زي ايه فندم؟ نور كده. نور على الحيطه، مع ان كانت يعني هي الاوضه كلها يعني مغلقه او كده، لكن احنا كنا دايما مشغلين قران وبنقرا له كده، بس يعني كان في نور على الحيطه، فايه اللي انا شفته ده بس. شكرا. شكرا. الاخت ريهام من القاهره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ممكن اكلم فضيله الشيخ لو سمحت؟ مع حضرتك فضيله الشيخ احمد، اتفضلي. السلام عليكم فضيله الشيخ. اهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمه الله. انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. اولا عايزه اعرف فضل صلاه الضحى. نعم. وكنت عايزه اعرف كمان قيام الليل ممكن اقيمه من بعد العشاء مباشره؟ يعني انا بصلي العشاء والاثنين شفع والاثنين وتر، وبعدين ببتدي اصلي قيام الليل والاثنين سنه واثنين شفع وقيام الليل وبعدين الصلاه الوتر. تمام. ده سؤال، عايز اعرف فضل الضحى، وعايز اعرف قيام الليل ليه وقت معين ولا لا. شكرا. سؤال ثاني فهمي، عايز اسال حضرتك هل اقدر اقوم بصدقه جاريه على عمري وانا عايشه؟ يعني اقدر مثلا في مستشفى سرير او في اطعام ناس او الكلام ده وانا على حياه عيني، يعني ما استناش لما توفى عشان حد يعملها عني عن عمري؟ شكرا جزيلا. طيب نجيب المجموعة الأسئلة لسه عندنا فضيلة الشيخ أحمد، وما استقبلناه الأخت زينب من اسكندرية، يعني في ضيق وكانت بحاجة إلى من يساعدها لسداد دين يؤرقها يبلغ 15,000 جنيه. الأمر مطروح على مشاهدينا الكرام. دكتور عبد الباسط السيد في تعليق على ما تفضل به أستاذنا. طبعا بنشكره على مداخلته الجميلة وتشريفه لنا في برنامجنا، ويعني الهم الذي طرحه الدكتور عبد الباسط السيد في الحقيقة هو بيؤرقنا جميعا. هي كأنها هجمة منظمة، هي بالفعل كذلك، على السنة النبوية وعلى ثوابت الدين، في شكل يلبس ثوب التجديد والتجديد منه براء، وده نوع من أنواع استدعاء الثقافة المادية التي لا تؤمن إلا بالمحسوس. لكن المؤمنون شأنهم أنهم الذي يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويثبت أنهم من الدين يؤمنون به ولو لم يدركوا له علة ولو لم يدركوا له حكمة. الآخرون يقولون لا، احنا بنوع من العقل وانتوا بتعطلوا العقل، وهذه النصوص وهذه الأحاديث ضد العقل. ده كلام حق يراد به باطل، نحن لا نعطل العقل، لكن أنتم أيها المتكلمون في جهل مضحك. يعني أي حد عنده أدنى اطلاع، مش هقول متخصص، يضحك من هذا الكلام الفارغ. نحن لا نعطل العقل، ونحن لا نقول ان ما يناقض العقل نقدمه على العقل، لكن عن اي عقل انت تتكلم؟ تتكلم على اي عقل؟ هو بيتكلم على ادراكه هو، ان هو كل ما لم يصل اليه ادراكه وما لم يستطع استيعابه يبقى ده مناقض للعقل. احنا في اول، واسمح لي ان انا هستطرد شيئا ما، في مبادئ العلوم لما جينا نتعلم عندنا منظومه لطيفه صغيره اسمها منظومه الخريده. الخريده يعني اللؤلؤه المثقوبه. في أوائل الأبيات بتاعت الخريدة أول حاجات اتعلمناها أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز وثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الأفهام. يعلمون أن العقل له 3 أحكام، اعرض عليهم كل أمامك: وجوب عقلي، استحالة عقلية، جائز عقلي. الجائز العقلي ده يدخل فيه كل ما يمكن للعقل أن يتصوره، والمستحيل العقلي كل ما لم يمكن يتصوره العقل. هل انت تستطيع انك تتصورني جالس وواقف في نفس الوقت من كل جهة؟ حاول انك تغمض عينيك كده وتتصورني، يستحيل. لكن هل ممكن ان انت تتصور مثلا شخصية زي شخصية مثلا سوبرمان مثلا عنده قوة خارقة بتتنفذ على شاشة السينما؟ يبقى ده داخل في دائرة الجائز العقلي وان لم يوجد بالفعل في الواقع. فالفكرة هل ما ورد في الروايات هو من قبيل اللي انت مش قادر تستوعبه الجائز ولا من قبيل المستحيل؟ لو في رواية جت قالت لي
شيء يخالف الحس المشاهد هترد لأنها تخالف أمر معقول، لكن بتخالف ما لم أدركه أنا، وهو الدكتور عبد الباسط بيقول لنا إن في أبحاث وكذا إلى آخره، زي ما جات الروايات مثلا اللي كانت بتقول إن ترشد أن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا إحداهن بالتراب. إيش معنى التراب؟ ظهرت أبحاث موجودة محكمة موثقة من غربيين حتى ما هماش من إسلاميين إن التراب هذا فيه مادة، أو هو التراب المادة التي تستطيع أن تقتل جرثومة معينة موجودة في لعاب الكلب، لا يوجد شيء يقتلها إلا التراب. سبحان الله. الإمام الشافعي قال آمنت بالله وبكلام الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دورنا أن احنا نتمسك بالثوابت ونعلم الناس أمور دينها وننصحهم ألا يستمعوا إلى أولئك المفرطين. استأذنك يعني نستكمل إجابات أم عمر ومدام صافي وأمة الله من الجيزة وريهام من القاهرة بعد هذه الوقفة. مشاهدين الكرام، نعود لفضيلة الشيخ أحمد ممدوح، ابقوا معنا من فضلكم. حضراتكم مجددا الجزء الأخير من فتاوى الناس ليوم الأربعاء فضيلة الشيخ أحمد ممدوح. هناخد هيام من الأليوبية ثم نتفضل أو تتفضل فضيلتك بالإجابة على ما لدينا من أسئلة. أخت هيام تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرتك اللي اتصلت من شوية اللي جوزي طلع والدته عايزة أقول بس إن والدتها هي عندها جلطة في اللسان وعندها زي شلل نصفي في رجلي وإيد واحدة بس ما بتتحركش، وبتحتاج إن الناس يعني أهلها. خلاص ما فضلت الشيخ أحمد قال لك يجوز إنه طالما هي غير قادرة على الحركة يجوز إن حمات حضرتك تعمل لها عمرة، بس بشرط إنها تكون اعتمرت هي الأول. تمام، بس يعني ينفع مش شرط يبقى شلل كامل، ده اللي أنا أقصده. اتفضل يا مولانا. هو دلوقتي انت بتقولي عندها شلل نصفي بتقدرش تحرك. بتقدرش تحرك خالص يعني. لا بتتحرك عادي، بتمشي ماشية خفيفة كده لان في رجل بتقدر تمشي بيها والرجل التانية لا. لا يبقى هي في هذه الحالة ما ينفعش ان احنا نعمل عمرة عنها. وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوصل الثواب ببركة النية باذن الله. شكرا. يعني هي مش هينفع تعتمر عنها بناء على طالما هي مش قاعده يعني، والحمد لله في صحه يعني ربنا يديها صحه وطول العمر يا مدام هيام. الاخت نوال من القاهره اتفضلي. مدام نوال او استاذه نوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش ممكن اسال الشيخ سؤال؟ مع حضرتك اتفضلي. بص فضيلتك، انا عندي اخويا في محنه جامده يعني في جريمه قتل، هو كان بيدافع عن اخته. كان في واحد متقدم لها وقال عليها، لما رفضته طلع قال عليها كلام كتير بره، فشدوا مع بعض، حصل ان الواد مات. بنتي تعبانه جدا وحاسه ان هي اللي ضيعت اخوها وحاسه بالذنب. قولي تتصرف ازاي، وعايزاك تدعي لاخوها ارجوك. حاضر. يفك كربه. شكرا جزيلا يا اختنا وائل، بنفك كربه ان شاء الله. معنا تليفونات تانية يا رجالة. ابو محمد بلدياتنا من الدهلية اتفضل. ابو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام محمد. ام محمد اتفضلي حضرتك. اهلا وسهلا. انا اسف. اهلا بيك. انا بصراحة اول مرة اكلم حضرتك، بس انا البرنامج ده جميل جدا وبحب اتفرج عليه قوي، والبرامج كلها جميلة، ربنا يجازيكم خير يا رب. شكرا جزيلا. بقول لحضرتك انا عاوزه اقول للشيخ، عايزه استاذن الشيخ في اسال سؤال. سامعين حضرتك يا محمد اتفضلي، ما هو السؤال؟ انا ما قرات في المصحف فضيله الشيخ في رمضان، فما كملتش يعني، قريت 11 جزء وما كملتش يعني ختمته، ما كملتوش. فبعد منها فبدات القرايه يعني بقالي شهر كده،
فعلى ما قد ما بستطيع ان انا اقرا شويه وارجع ايه اكمل تاني، فهل كده انا اقدر اكمل الجزء يعني اقدر اختم المصحف ولا لازم ابدا من جديد تاني؟ ولما باجي اقرا بعد كده بقول الفتحه وبعدين ابدا ايه اكمل لغايه الجزء اللي انا واقفه عنده، فهل كده صح ولا انا لازم ابدا من جديد تاني؟ شكرا جزيلا يا ام محمد. نعود لام عمر من المنيا. دكتور أمها وأبوها مقطعينها بسبب يعني يبدو أنه حصل خلاف بينهم أو هي أخطأت في حقهم أو يعني هي في بيت جوزها ورغم أنه بيحبوا زوجها جدا، تعمل إيه؟ والله أبوها وأمها جنتها ونارها، لا تيأس ولا تكل ولا تمل من أنها تحاول أنها تسترضيهم، وإذا طالما بيحبوا جوزك كده خلي جوزك هو حمامة السلام بينك وبين أهلك ويوصل لهم ان انت ندمانه وان انت عايزه تبداي صفحه جديده، هم في النهايه انت حته منهم يعني اب وام طبعا عمرهم ما هي يعني هيقطعوكي مقاطعه تامه، بس يشعروا منك بالندم الحقيقي يروح يبوسي رجليهم قبل ايديهم وان شاء الله ربنا يشرح صدرهم لمسامحتك. مدام صافي من اسكندريه بتتكلم عن فكره الانسان يغلط ويسامح ويستغفر، فهل ربنا يسامح يعني؟ ولو عاد في اليوم 100 مره. يا سلام، باب التوبه مفتوح. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هو اسمه الغفار سبحانه وتعالى. مشكلة صلة الرحم عندها، هي كانت بتخدم والدتها واخواتها كانوا ده بيزعلهم يعني، ودلوقتي واضح انه بعد رحيل والدتهم بتحاول تتواصل معاهم، هم بيقفلوا السكك في وشها يعني. تستمر على صلتهم وليس الواصل بالمكافئ، المكافئ يعني اللي بيرد الصلة بزيها مكاف، يعني انت بتصلني وانت قريبي فاقوم اصلك عشان انت بتصلني. الثواب للمبادر وللقائم مش بالرد يعني، الواصل الرد مثاب برضه بس الواصل الحقيقي الذي اذا قطعت رحمه وصلها، الا اذا كانت بقى هي انا كاني لمحت عباره كده هي بتقول انا لما بتصل بيهم بيتطاولوا عليا وبيشتموني وكذا بيخلقوا مشاكل يعني. اذا كان الامر كذلك يبقى انت ما عليكيش اي اسم ان انت تحجمي تواصلك معاهم لان هم كده اللي قطعوا الرحم مش انت. تمام. أمة الله من الجيزة، والدها كان مريض وفاتته صلوات، هل يمكن ان تؤديها عنه؟ لا يجوز قضاء الصلاة عن الميت. فكرة النور اللي وجدته في غرفته مغلقة يعني بشارة طيبة. طيب ان شاء الله. ان شاء الله. صدقة الجارية بس كانت بتسأل تعمل ايه صدقة جارية له؟ صدقة الجارية يعني اي عمل خير له استمرارية، فممكن ده يكون عن طريق كفالة ناس من طلاب العلم، يكون عن طريق الأفكار التقليدية إنك تعمل مصاحف في مكان، إنك تعمل مبرد مية في الشارع، إنك تحط سرير في مستشفى من المستشفيات أو تحط جهاز من الأجهزة إذا كنت قادر يستطيع أن ينتفع به الفقراء، كل دي صدقات جارية لها لك الثواب وللميت الثواب ما بقيت. طيب الأخت ريهام من القاهرة، فضل صلاة الضحى أولا. النبي عليه الصلاة والسلام وصف صلاة الضحى بأنها صلاة الأوابين، السلام. يعني كأنه جعلها علامة على المطيعين من المسلمين، دي الصلاة التي لا يقوم بها إلا من كان من أهل الطاعة وأهل التعلق بالله، فليبشر كل من واظب عليها. كمان كانت بتسأل عن فكرة قيام الليل، هل ينفع بعد صلاة العشاء مباشرة؟ مباشرة. مباشرة. تقدر تعمل صدقة جارية على حياتها وهي في مفيش أي مانع، صدقة جارية مش مرتبطة بالوفاة فقط. عظيم. الأخت نوال من القاهرة، ربنا يتولى يعني أختها وأخوها أو الرجل اللي تنصحها بإيه؟ ما في، ما أعرفش، ما أنا مش عارف إيه تفاصيل الموضوع. هي تدعيله. يعني الأخت في حالة نفسية سيئة ظن منها أن هي السبب يعني في لا ليست السبب هي ليست السبب بحال، السبب هو من صدر منه أفعال ليس مسؤولا عنها وخلى انفعالاته هي اللي تسيطر عليه، وفي النهايه برضه انا ما اعرفش ايه التفاصيل، فلذلك ندعو له ان ربنا يكون رحيم يعني رحيم بيه ويتولاه ويتولى اهله يا رب. اخيرا ام محمد من الدقهليه، فكره ختم القران يعني هي لم تختمه في رمضان والان عادت للقراءه، فبتسال يعني هل تستكمل بعد ال 11 جزء؟ لما توقف تكمل منين؟ لا، الاحسن انها تكمل الختمه بتاعتها وما تستأنفش من اول وجديد زي ما انت بتعملي كده يا ام محمد، اللي انت ميده هو الاصوب والاصح. طيب تأذن لنا فيما تبقى من وقت، عندنا سؤالين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فضيلة الدكتور، أنا أم زكي من الجزائر. أهلا وسهلا. يعني عظيم إن إحنا الحقيقة مشاهدين في بلد المليون شهيد، وهذه تحية منا لهم يعني. عندي بيت أملكه النصف بالنصف أنا وزوجي الثاني، وعندي بنت وولد من الزوج الأول، وليكن في علمكم أنا أعيش في هذا المنزل مع ولدين من الزوج الثاني،
كيف تكون قسمته على أولادي الأربعة في حياتي؟ وشكرا، أرجو الإجابة على سؤالي، سأنتظركم على الشاشة ليلا حالا. نتمنى أن حضرتك تكوني متابعانا يا أم زكي. الأفضل والأولى إنها مدامة هتقسم هذا المنزل بين أولادها في حياتها، فده بنسميه هبة، دي ما هوش ميراث. مش ميراث. الميراث اللي بيموت عنه الميت. فالهبة بين توزيع الهبة بين الأولاد قرارها. الأولى والأحسن والأكمل إن تكون بالتساوي، حتى لو كانوا أولاد وبنات. يعني مش توزعهم توزيع الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، 50-50 ده الشرع بيقول كده. لا، هي عايزة تفضل حد، هي حر، مفيش مانع، هي حر. بس يبقى هي كده عملت ايه؟ خلاف الأولى أو شيء مكروه. إلا إذا كان هذا الحد اللي هتفضله فيه معنى يستوجب التفضيل، زي إنه يكون أبر بيها من إخواته، زي إنه يكون عنده عاهة ما بيقدرش يتكسب وإخواته كويسين، زي يكون فقير وإخواته أغنياء. الأمر يعود إلى تقديرها هي يعني. بالضبط، هذا هو. نرجو أن تكون الإجابة واضحة أم زكي، وتحياتنا ليك ولأهل الجزائر جميعا. ما حكم كشف القدمين أثناء الصلاة للنساء؟ عند الإمام أبي حنيفة بيتساهل في هذا، وإن كان الأحوط تغطيتها، لأن الإمام الشافعي بيرى أن القدمين من العورة. السلام عليكم، أنا شعبان من إسكندرية، كنت بشرب كل حاجة بقالي 3 سنوات. بالنسبة للنساء طبعا. بالنسبة عندنا الرسائل النصية دكتور. أنا شعبان من إسكندرية، أنا كنت بشرب كل حاجة بقالي 3 سنوات بصلي الوقت حاضر في الجامع، وبطلت كل حاجة ما عدا الحشيش، مع حكم الدين. التائب وحبيب الرحمن، وإن شاء الله ربنا يكمل عليك التوبة وتبطل كمان الحشيش، بس اوعى تبطل صلاة حتى لو فضلت تحش. يا سلام. أيوة طبعا، يبقى بيحشش وتارك صلاة كمان. بس فكرة إنه ستنهاه صلاته يوم. يعني كنت هقول لفضلتك، يعني فكرة انه لا صلاة لمن لا تنهاه عن فعل فضلت الشيخ. لا، ان ستنهاه صلاته يوما، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هتنهى ان شاء الله في يوم لما هيكسف يقول ما معقول اقف بين ايدين ربنا وانا مسطول. لكن مش هنقول له اياك تصلي الا اذا بقيت مستقيم، يعني ما حدش هيصلي، كلنا ذو اخطاء. انا بشكر فضلتك، شكرا جزيلا. يعني كالعادة استقبلنا عدد كبير من التليفونات والأسئلة، سواء عبر موقعنا على الفيسبوك أو الرسائل النصية. الشكر موصول لمولانا فضيلة الشيخ أحمد ممدوح عالمنا الجليل وأمين الفتوى بدار الإفتاء، شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذ. ونشكر حضراتكم على حسن المتابعة. غدا بإذن الله قبل هذا الموعد بساعة يكون عندنا لقاء جديد وحلقة جديدة من فتاوى الناس. أما أنا فسأعود وألقاكم في العشرة بإذن الله، وأجدد حياتك مع فضيلة الدكتور مجدي عاشور، واستكمالا أيضا لبرنامج مع الناس وسهرة مع كما نقول يعني الأصوات الرائعة والإنشاد الديني بإذن الله في العشرة. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.